ايه الاخبار برو عامل ايه؟ واحد من الناس المكحين اللي هو يعني هو كان جامد يعني خصوصا القصه بتاعته ان هو كان شغال في جرسون ودلوقتي يس جامد يعني ازاي يعني. عديت بالمراحل دي كلها؟ بص برو يعني زي اي مصري تقريبا، في ناس كتير جدا مش زي اي مصري بس اغلبيتهم يعني كان كل حاجه مرسومه بالنسبه لي ان انا هروح اشتغل مع ابويا وامسك البيزنس بعديه وكذا وكذا، ما لقيتش نفسي فيها فرجعت كندا تاني. واحد ممكن يفكر ان هو الموضوع مرفه بس الحقيقه برضه هناك صعبه يعني. صح، اشتغلت اي شغلانات، انصح عربيات، اغسل عربيات، اشتغلت في مطاعم. اخر شغلانه ليا قبل ما افتح الشركه دي كنت شغال في مطعم، كنت شغال ويتر. بس بعد كده اكتشفت بقى مخي اتفتح، شفت ان في فرص يعني. انا كان عندي سقف معين ان انا هعمل فلوس معينه وهو ده اللي انا هعمله. جميل. بعد كده فلما ابتديت اعمل يوتيوب شانلز واساعد الناس تكبر اليوتيوب شانلز، ناس تانيه كلمتني عشان اروح ايه كبر لهم اليوتيوب شانل. فروحت دبي. في دبي بقى قابلت ناس انتربرنورز بتعمل ملايين. فلما روحت هناك بقى مخي اتفتح، عرفت ان مفيش حاجه اسمها سقف. السقف ده انت بتحطه لنفسك. صح، تمام. فده غير حياتي كلها لما عرفت ان مفيش سقف في الحياه وانا بقرر انا عايز اروح فين وانا عايز اعمل فلوس قد ايه وانا عايز ابقى فين في حياتي. بس برضك انت بتاخد ريسك جامد ان انت هتسيب وظيفه وتروح في مجال انت مش عارف اخرك فيه. تمام. وكل واحد غير التاني يعني. انا الحمد لله يعني ما كنت مش محتاج، كنت متعود ان انا اسافر كتير ومش محتاج فلوس كتير عشان اعيش. تمام. ولو في اي حاجه حصلت عادي ممكن اروح اعيش مع ماما او اي حاجه. فالحمد لله حته الريسك دي تمام. فكل واحد يشوف الريسك بالنسبه له عامل ازاي. واهم حاجه ان انت معاك اكل تاكل تشرب وتلبس ويبقى عندك روح فوق دماغك. اكتر من كده مفيش اي حاجه ليها لازمه. بس فدي الحاجات الاساسيه. لو عندك الحاجات الاساسيه دي خد از ماني ريسك اس بوسبل قبل ما تتجوز، قبل ما عندك اولاد، قبل ما عندك حد ايه لازم تدفع له فلوس او تعمل اي حاجه. تمام. يعني مثلا دلوقتي اي حد حابب يخش في مجال جديد مثلا او نفرض زي كريبتو كرنسي او دروب شيبنج او ايا كان، بيقعد يحسبها ان هو مثلا لو انا صرفت $600 دول عشان استارت بزنس لازم بيحسب الفشل قبل ما يحسب النجاح. بالظبط. فبالتالي ما بيخشش من اصلا. بالظبط. الواحد يفكر اولا الواحد ما يفكرش هيعمل فلوس قد ايه دلوقتي في السن بتاعنا. تمام. بالذات في السن بتاعك انت عشان كل حاجه انت بتصرف في نفسك قد ايه في الجامعه، تدفع قد ايه مصاريف الجامعه؟ 20 مثلا. 20. تمام. بتحطها في الجامعه مش مستني مقابل دلوقتي خالص. صح. طب ليه في الحياه الثانيه الواحد ما بيعملش كده؟ صح. عشان انت فلوس الجامعه دي انت مستني اللي بعدين اكيد احتمال تجي لك شغل. طب اشمعنى احنا مقتنعين بحوار الجامعه ده مش مقتنعين ان احنا نجرب نحط فلوسنا في حاجات بيزنس تعلمنا فعلا اللي بيحصل في العالم الطبيعي؟ ممكن عشان تكون هي دي حاجه روتينيه. بالظبط. ده بس عشان السوسايتي اقنعتنا كده. فكر بنفس الطريقه. عاش. احلى بلوج في العالم. عبدو. عاش عبدو. احلى عبدو. كمل عبدو. دلوقتي يا جدعان معانا عمر حبيب قلبي. يا عبد والله انا مبسوط من ان انا شفت الجيل الجديد اللي طالع لسه معانا. هو دول اللي هيشرفونا. سبسكرايب ماي شانل بقى. يلا يا جدعان في ايه؟ انتوا لسه متفرقص يعني؟ ده زرار انت مش ها صباعك ده دوس بيه. حبيب قلبي. حبيب. دلوقتي انا خدت التيكت اهوت. هو ده شكل الايفنت يا جدعان. ايجيبت كارير سوين جامد الصراحه. بريت فاست هو الايفنت ده بيعملوا فيه ايه بالظبط؟ يعني مثلا اي حد بيقدر يجي عادي؟ بص هو السنه دي مخلينها الطلبه اللي هي بتاعت كليات والناس الفريش جريد لمده 3 سنين. يعني لو خرج حد 3 سنين ممكن تقدر ايفنت. في ناس مخصوص جرانتيفيكيشنز بس انت تقعد مع ناس مهمه في كل المجالات، تقعد تتكلم معاهم فيس تو فيس، تسمع منهم، تاخد منهم خبرات. بس يعني ده اول نقول يعني بشكل مبسط خالص. بس بقى غير بقى السبونسرز تقعد مثلا تسعى الانترشيب اللي انت عاوزها، شوف البروجكتس بتاعتهم بقى في ديسكاونتس خاصه بيهم. لازم غير جزء الستارت ابس تشوف الشركات اللي فاتحه جديد تطلع عنها حاجه تتعلم منهم. الستارت اب هنا كتير صح؟ الستارت اب هنا كتير. تمام. رهيب يعني. اسمك ايه؟ انا اسلام عباس. ماشي حبيبي اسلام. في ماركت بليس وي سبلاي مارشنز وذ فود اند بيفرج برودكتس وذ الكترونكس وذ لايف ستايل ايتمز. كابيتال اوبريتس ان 11 سيتيز اكروس ايجيبت.
Ismailia, Alexandria, Tampa, Kansas, Ramadan. We're expanding to more cities and we're expanding to MENA region as well. We have one of the best teams, which consists of 18 different nationalities. We have colleagues from Australia, from South Africa. العلامة التاريخية بتاعتك. افضل علامه تاريخيه. اكتر تحدي بيخوفك في المستقبل؟ واحد كاتب الفشل يا جدعان. الطموح عالي. CEO of future حاجه كده على الماشي. والله الايفنت جامد يعني. ايفنت كويس. صباح الخير. انا بسمة في لانسي وورد. احنا نتكري 180 في لانسي وورد. بتاعنا كواليفايند اند هايرنج. كواليفايند ازاي؟ عندنا كورسز في كل الفيلدز وعندنا النهاردة ديسكاونت على الكورسز. كورس كل المجالات. سي في رايتنج. الحاجات اللي هي انجينير للناس كلها زي سي في رايتنج. اكشن ساينس كرافت. احنا بنعمل برودكتس عبارة عن العاب بنقطعها ليزر كات. ولما بتروح للكيت للطفل بتبقى عبارة عن لوحة والحاجة مرسومة فيها. ايه الهدف؟ عشان نبدا نسال ازاي رسمناها وازاي قطعناها. نبدا نفهم الكونسيبت السي ان سي والليزر كاتل. نخلص من الجزء ده نبدا بقى نعلمه طريقه التركيب انه يبدا الطفل يمسك الحاجات ويركب ويعشق. دي حاجه بتديله مهارات هندسيه حلوه بتديله كويس جزء انجينيشن عالي. خلصنا من الحته دي كمان نبدا نزوده كمان من بعد ما يخلص اللعبه بقى ليها كونسيبت ساينتيفيك. انا مثلا بنعلمه حاجه لها علاقه بالانرجي. الانرجي هنا بتتخزن بعد كده بتتحول لكيناتيك. مش عايز ارميها عشان مش وراها بصراحه. وطبعا بنحاول عليهم هنا فكره الديجريز ان هو يعرف ان الحاجات دي فيها ديجريز الانجلز. فان هو يخرج بحاجه فن ويتعلم حاجه ويحس بالانجاز. غير كل ده وقت عمل كونسبت ساينتيفيك فكره سبسكرايب. تمام شكرا. لحد دلوقتي المكان جميل والناس هنا يعني فاهمه. خصوصا لو انت عايز تقدم على شغلانه او عايز كلاينتس او اي كان مكان كويس يعني. اول مره احضر الايفنت الصراحه. هاي لسارة ويا ممكن تشوفوهم عن طريق الويب سايت بتاعنا. بتدخلوا على كارير بورتال بتاع رايا. ممكن تسكان الكيو ار كود ده. هتدخلوا تقدموا. عندنا انترنشيب افيلبل دلوقتي. بتفتح في جولاي وفي اوغست. بتقدموا على كل الوظائف اللي موجوده دلوقتي. لو انتوا ستودنتس بتقدموا على الانترنشيب. لو انتوا مخلصين جامعه او هتخلصوا قريب بتلاقوا كل الوظائف اللي موجوده عندنا افيلبل على الويب سايت. هتفرقش العمر حتى. إيه؟ ممكن لو طالب في الجامعه ما انت بتقدم على انترنشيب. طب لو طالب في ثانوي. يعني بتفرق في الجامعه اكتر عشان انت بتبقى عارف الكارير بتاعك سون هيبقى ايه. ماشي. ده الميني ستيج بس احنا قاعدين عادي. معظم الناس اللي جايين هنا متخرجين. ده الميني ستيج بقى في واحده كده مش عارف تتكلم انجليزي. شفت ايه ده يعني؟ لان تطوير كريم والاري يهمنا قررنا نعرض عليه مخططنا اللي بتتكون من الابلكيشن بلان ماركتنج كامبين ببادل 10000 هنا بيلعبوا لعبه كده غريبه انا مش عارف ايه هي لحد دلوقتي. هي فكره اللعبه دي يا كابتن عارفها؟ اسمها كونكت فور. كونكت فور وايتين دي بتجمع اربعه يا فوق بعض يا جنب بعض يا مصر. اربع شبه بعض صح؟ لازم تجمع اربع شبه بعض يا فوق بعض يا طول او بالعرض يعني. الدول اللي بيشتغلوا نسبة البيس بتاعنا ريموت فيهم ثلاث دول بس هم اللي فيهم اوفيسز فينا. So you guess the country and guess whether عندنا اوفيس فيها ولا لا. تمام. بيست على البريف اللي قلناه من شوية. ماشي. So let's find the brief. Okay. طيب guess what country is it؟ Germany.
هي طب ممكن اديك شو لا هي مش جيرماني ماشي جيرماني از وان اوف ذا كونتريز اللي عندنا فيها امبلويز بيشتغلوا منها بس دي كاتنج ايدج كونتري وين ات كومز تو تكنولوجي سوفت وير اند سو فممكن تبقى هديك two questions to answer هقولك أو لا ماشي ممكن تسألني على القارة مثلا في قارة ايه؟ لا انت قولي القارة وانا هقولك فيها ولا مش ماشي افريقيا؟ لا اوروبا برضو لا اسيا؟ صح ماشي اوكي تركيا؟ cutting edge technology بتطلع في الأفلام دايما لو بتفرج على أفلام تايوان؟ لا ايه تكنولوجي ممكن تقولي لي الثمان دول الثمان دول هقول لك الثمان دول ايه هما؟ عشان انا كنت مش معاهم اصلا ايجيبت نيجيريا دبي او الامارات سبين المانيا باكستان باكستان ما هي ما فيش غيرها موجوده في اسيا اصلا في حاجه قريبه تانية منها وبرده بومينج قوي في التكنولوجي اللي انت قلتيهم من دلوقتي انا قلت ثمانيه كلهم لا طب ماشي قولي تاني طيب ايجيبت نيجيريا الامارات اوكي ماشي وبعدين باكستان انديا تركيا المانيا اسبانيا انا برضه شكيت هي انديا هي انديا برافو طبعا انا اقصد هناك ولا لا بالاسئله اللي انا لا ما عندناش اوفيس هناك ما عندكوش عشان اجايل المرض طيب انت ممكن تروح هناك وتريجستر لو انت عايز تقدم على انترنشيب او عايز تقدم على بارت تايم جوب وبرده تعرف عن الستودنت بروجرامز اللي احنا بنعملها في التكنولوجي وفي الانجينيرنج وبرده اجت في انترنشيبس والكمز تو ماركت وحاجات تانية مختلفه تمام ماشي ماشي دلوقتي احنا بنستلم الجائزه كسبت قلم كويس بس لازم تشرح القلم ماله ما قلم ده موبايل هولدر موبايل هولدر تمام ده علشان تعمل السكرين بتاعت الموبايل ممكن توايب السكرين ماشي ده تاتش سكرولر وتقدر سكرول بي وتكتب بقى لا قلم حلو الصراحه صح فكرته كويس طيب ممكن حد المايك معلش سؤال ممكن واحد يعمل كوميونيكيشن نفسه ازاي واحنا رايحين من السجل دلوقتي اهو عبد الله لسه معايا مين عايز يقول لا عايز حماسه وشغل بقى معلش يا جماعه حد بس واحد يقول اصلا يصادف حد يبقى بيفكر يا انا عايز اجيب حد في الشغل عندي لسه في حد ماشي امبارح فلان اللي شفته في الايفنت ده شاطر قوي شكله ما يجي يعمل انترفيو طب انتوا عارفين ان في شغلانات ما بتتحط لهاش اناونسمنت اساسا انتوا عارفين ان ساعات الحاجات بتعمل لها هيد هانتنج روح يبعتوا ناس معينه على لينكد ان بس ولو عملوا انترفيوز واكسبتد بياخدوهم هما بس طب الناس دي بتعمل ايه بتعمل حاجتين بتعمل نتوركينج مع ناس كتيره دي اول حاجه والحاجه الثانيه ان هما بيشتغلوا على لينكد ان وبيعملوا بيرسونال براندنج لنفسهم على لينكد ان بشكل كويس قوي كل شويه ينزلوا حاجات زي بروفيشنال البروفايل بتاعهم مظبوط كل الكلام ده كان في حد هنا كان عايز يقول لنا على طريقه ممكن بس المايك عامل ايه يا عبد الرحمن الحمد لله ايه اخبارك تدرس ايه كمبيوتر ساينس على ادهم شؤون قانونيه عايز يا عبد الرحمن معانا ادهم وحابين نعرف عن مجالك برضك انا بعمل سبيشال افكت ميك اب وبشوه الناس تخصصي وده تخصصي تشوه الناس واتبسط وهم متشوهين بتعمل ميك اب برضك للكوسبلاي وكده بعمل كل حاجه شركه لا بس نفسي احضر ايفنت ليهم كانوا عاملين ايفنت من فتره كنت انا فيه بجد هاجي لك المره الجايه ابعت لي المره الجايه هاجي تمام انت كليتي ايه انا تربيه فنيه تربيه فنيه طب بقالك قد ايه في المجال ده بقالي اكتر من 6 سنين مثلا 6 سنين عرفته كده باي لك ولا في حد هو اللي دخلك المجال كنت دايما بسيرش وبدور وبشوف اللي انا عايز اعمله ان انا عايز ابقى مختلف عن الناس واعمل حاجه جديده محدش عملها اي حد يقدر يخش المجال ده بسرعه اي حد يخش على اليوتيوب سيرش حبيبي اي كان في اي مكان هو ده خالد بيتكلم عن ازاي تثبت نفسك في اي مكان
يو ار اون ذا نيكست ستيب. خلاص انا عندي شخص وين بس وين عنده وين شغال في الداري بتاعه هيعرف يكتب هيعرف يكتب. طيب تعالوا ناخد كويستشن انا سألونا أي أسئلة أنت عاجبها في الكورس؟ دلوقتي في ناس هتسأل، نشوف الناس اللي هتسأل دي هتقول إيه؟ قولي سؤال صوت عالي عشان لو في حاجة. أنا صراحة كان عندي سؤال إن أنا كنت عارفة إن البنوك ليها يعني إزاي أنا كنت ما يكونش جراديويت أكتر من سنتين، هل الكلام ده فعلا حقيقي ولا؟ ده سؤال كويس جدا. الليميتيشنز بتاعت البنوك ملهاش ليميتيشنز. انا عندي وظايف اسالوا عن البنوك والمتخرج الجديد يعني لو بعد سنتين هيشتغل ولا لا. وظايف ثانيه طالبه دي نيجاتيف. عندي وظايف ثانيه 6 انا هقول لك سؤالك بالعكس. في ناس بتقول لك هي البنوك اصلا ما بتعينش ناس صغيره، هو مش عايزين ناس صغيره. خلص من غير جايات ده مش صح. بالعكس كل الصراحة راجل جامد يعني. فضل لنا بانل واحدة بس او كوميدي باتش. خلينا نخدها فنفة مع بعض كده ودي في اللذيذ. ودي جامد. عندنا النهاردة احنا مبسوطين جدا باليوم اللذيذ اللي احنا قضيناه مع بعض. كان يوم جامد والله. الدنيا سقعت فعايزين ايه نخلص الدنيا. فخليني اشوف كده هم افيدبل. باين كده هنروح. جو سقع جامد. الفلوج دمار يا جدعان. الصراحة ايفنت جامد. مش بنسمع ضحكوكو. فلو اتبسطتوا اسقفوا زي ماتشات التنس كده. ماشي. speaking of ماتشات التنس. تقريبا اكبر ايد سلمت عليا في حياتي. عشان مسك ايدي في عصا قوي. فعايزين نرحب ب انا هقول مرجان ما تقول وليد مرسي. السلام عليكم. عليكم ممكن بس انا متواضع جدا ممكن اسمع سقفه كبيره لو سمحت. لا 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 يا جدعان سقفه. بص هنقول 1 2 3 سقفه جامده قوي عشان ابدا. 1 2 3 لا 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 لسه ما وصلناش لاعلى مستوى. 1 2 3 برضك طيب. فانتوا بتعاملوا اي حد اقرع بدقن وتخين زي الصينيين اللي هو كلكم شبه بعض. فيعني انا بكره كده يعني. في ناس جت اتصورت معايا صوفي انا بحبك جدا وبيس كيك انا كوميدي بانش انا احمد غريب عامل ستاند اب كوميدي. اه المفروض ان هو بيقول حاجات تضحك. انا مش عارف اضحك خالص. عايزين نرحب ب عايزين سقفه كبيره انا دلوقتي. الناس بتضحك الغريبه. طارق سالم. احلى مسا على افخادكم. بالذات الناس اللي قاعده ورا. هاي طبعا انتوا عارفيني باسامي كتير. طارق محمد، طارق سالم، الواد اللي بيسال كتير، المعفن اللي قاعد قدام،
الدكاتره اللي قاعده ابن الكلب اللي بيسال وهكذا. بقى لسه حب اطلع على الستيج الاقي سكوت او ضحك يعني هو مقرف. انا سادتي ساداتي يا نساتي او ان بتوين احب اقدم لكم نفسي بالشكل النهائي. انا ولا ماركتير ولا سيلز ولا طارق, انا حمار بامانه والله بكلمكم بصراحه. ادي ما تضحكش, هم عارفين الكلام ده كده طلالي الثالث. خلونا بقينا نتكلم, احنا في جوك كوميدي, فخلينا بقى نرست كل الناس, مش كلكم, مش انتوا رست. بدايه بسعودي جماعه, انا رحت يعني اتكلمت مع الطاقم السعودي حقيقي حقيقي, ما شفتش كميه ابتسامات صفرة غير من اتش ار سعودي والله. انا بحبهم جدا بامانه, بيوزعوا عليا الشوكولاته واللي هو يا ولا يا ولا انت تشتغل عندنا هنعشمك. توكسيك وفي على قلوب الدنيا كلها توكسيك. لا الناس اللي بتضحك هي عرفت نفسها خلاص تمام. انا بعتذر لكل الناس اللي لسه قاعده لحد دلوقتي ومتضايقه, في منكم شايفني سندوتش واقف وفي ناس مش شايفاني اصلا انا عارف, عشان احنا اخر اليوم. بما ان احنا في ايجيبت كارير سوميت وكارير 180, فاحنا هنربط شويه بين الماركتنج, لان انا شخص بحب الماركتنج جدا, وبين الكارير عموما. هنربط ازاي؟ انا اقول لكم على يعني شويه حاجات متشابهه من وجهه نظر انا شخصيا ما بين الماركتينج وما بين الريليشن شيبس اللي في حياتنا عموما. خلصانه. بمعنى ايه؟ يعني الناس سامعاني اللي ورا خش في الموضوع على طول. اصحابي بيشاوروا لي البلوج جاي خش في 30 دقيقه كده. طب نقدر نقول ايه؟ في هنا كابلز في المكان, اتنينات عموما في الدنيا. ايه اللي انتوا بتقولوا عليه؟ اتنينات يرفعوا ايديهم. طيب نطوا تنططوا اعملوا اي حاجه تمام, شايفيننا؟ طب تمام, كله زي الفل الحمد لله, بطمن عليكم بس ان انتوا كويسين. هناكم ليه يا جماعه لما بكون مثلا يعني بتكلم مع واحده صاحبتي او مع خطيبتك او ايا كان ومراتك او حاجه, لما بكون بتكلم معاكي في الشات ما بيننا بنقول كلام حب وكلام حلو وفي هرمونات وفي زفت على دماغنا وفي ضغط فين بيتقال. عليكي مره رحت رفعت عبالي كده في الشات, قلت الكلام ده لكام واحده غيري قبل كده, تروح عامل لي كده حرفيا في الشات. انا رياكشن مش حلو كده, تروح عامل لي ايموشن اللي هو مش مفهوم ده. رياكشن مش حلو يا جماعه, حاول اقطع لكم الحاجات اللي بتضحك وانزلها لكم مره واحده. يعني عشان لوحدي كل الرجاله دي بتخاف منه. ما تنكرش, بص هتتقلب في الشات, ما تنكرش انت بتخاف منه. فانت تعمل ايه بقى ساعتها؟ انا بعمل ايه ساعتها؟ اقول للرجاله في ثانيه بيروح قافل الشات بتاعك وبيخونك مع بنت ثانيه في نفس اللحظه, حتى لو جوزك والله العظيم. في رجاله يا جدعان انا هنهي الفلوج ان شاء الله. بتتكلموا في مشكله ما بينكم, الفلوج كان جامد جدا بس وفي جيوش ورا, جيوش ورا حرفيا. في جيوش هي تيجي تقول لك والايفنت كان جامد جدا. لا ريلي وادي له الصراحه, الناس كانت كفريند بشكل غبي ومساعده كان يوم جامد. يا ريت الناس تشارك فيه السنه الجايه ان شاء الله. ايجيبت كارير سمت, يلا شوفكم ان شاء الله في فلوج جديد قريبا.